وهذا سائل يقول: رجل يدعو الأموات الصالحين ويذبح عند قبورهم ويتمسح بها، فهل تصح عمرته؟ لا، هذا مشرك. هذا الواجب أنه ما يمكن من دخول المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والذي يدعو غير الله من الأموات أو من الأصنام أو الأشجار أو الأحجار هذا مشرك، ويجب عليه التوبة إلى الله، ولا تقبل منه أعماله، لا حج ولا عمرة ولا صلاة ولا غيره، حتى يتوب من الشرك. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.